من نكران الجميل نسيان الموتى. أعظم صفحات نكران الجميل، أنا بقول لو أني داخل الآن مقبرة ورغيت لي عجوز طالعة من داخل القبر من نثيلة القبر وعلى رأسها التراب فصاحت بي: يا فلان لبيك يا خالة، ما أعرفها. قالت لي: ولد اسمها فلان، شفها ساكنة في أم الحمام في الرياض ولا في النسيم ولا في النهضة. أنا طالبك تقول له إني ضايق تحت الأرض، القبر ضيق، أبيه يتوسع، خليه يسقي لي ماء ولا يذبح لي ذبيحة يوزعها. يا قلة تكفى أمك تنخاك. ورحت أضرب الباب على هذا الإبن وقلت له: شفت أمك طالعة من القبر تبكي وتدعوك إلى ألا تنساها، قبرها ضاق عليها. أسألك بالله حتى أعق العاقين يترك أمه قد نختم، والله لطلع من حلالي كله وما طلعت من عمري كله، وانفدى أمي وأقول لبيك لبيك وجي أعدي ما أبقى ما أبقي خلفي من الدنيا شيء. كل الموتى ينادون هذا النداء، حتى من كان في أعالي المنازل يريد أن يرقى. فضل الله علينا أن الحبيب أخبرنا عليه السلام أنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله، فجعل هناك شيء لا ينقطع: الولد الصالح، دعاؤك، الصدقة الجارية، العلم. العلم تشتري لك 20 مصحف وتحطها في مسجد، تطبع كتاب، تسقي ماء، تطعم طعام. ذلك يا أحبابي إذا ما ذكرناهم لن نذكر بعدهم. كما أريد أن أبنائي لا ينسوني. الحين ما تقول للبنية صغيرة: بابا تحبين بابا؟ أنا قايل اليوم البنتي لبنى: تحبيني؟ وش كثرة؟ قالت: قد الكون. يا سلام. الحين تقول قد الكون، طيب أنا هذه بنتي، طيب أمي وش تحبني كثرة؟ أنا أحبها قدر الكون وحجم السماء. طيب ترجموا هذا الحب ببرنامج عملي. الموتى فضل الله أن بعضهم يرقى في الجنة وقد كان ليس من أهلها. فإذا سأل، والحديث صحيح: بماذا يا رب أترقى وعملي قد ختم؟ قال: هذا باستغفار ابنك لك. yes. الله، فأنا طالبكم دعاء وصدقات. واللي تفعلونه يقول واحد: والله يصلحهم إن شاء الله ما ينسوني. تعال عطني إذنك، أنت ناسين العجوز حلوة اللبن. أيوة. وناسين أبوك وتبيهم يذكرونك، وانت ناسين آبائك وأمهاتك، فأحسنوا إليهم وتذكروهم بالدعاء.